مع المعلم. المعلم ماذا يريد منك؟ مال؟ هدايا؟ لا إفراط ولا تفريط مع المعلم. يعني البعض يتمسح بالعلماء ويقبل الرأس وكذا ويركع ويسجد، أعوذ بالله، قد يشرك شرك أكبر. والبعض يسب ويشتم ويستهزئ. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. قال ابن سعد رحمه الله: لا يفرق الرعية الحاكم أو المدير أو السلطان، إن سخطنا منه أشياء رضينا منه أشياء، ولا وجد إنسان كامل أصلا. حق يا أخواننا مع الكتاب طالب العلم، هذه الكتب الآن كم صرفت من أموال في طباعة هذه الكتب لكم؟ البعض قطع الكتاب، ضيع الكتاب، واللي يكتب عليه ذكريات ورسومات، واللي يأكل عليه ويشرب، يضع الكتاب في أي مكان. لكن الآيفون والسامسونج والبطاقة الشخصية هذه ما يمكن أن تضيع أبدا. والله يا أخواننا في بعض الدول في أفريقيا رأيت بعيني، والله والله مصاحف مقطعة يحفظ منها الطلاب ليلا نهار، يحافظ على هذا أكثر مما يحافظ على أي شيء، على المصحف. نهاية الفصل الدراسي الكتب مقطعة في أي مكان ترمى، فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا امتهان والله.